قالت صحيفة تايمز الأمريكية أن مسار التطبيع بين النظام التركي والحكومة السورية معقد ويشمل عدة قضايا رئيسية أبرزهم ملف اللاجئين في تركيا. مسار التطبيع مع الحكومة السورية الذي بدأه النظام التركي يصفه مراقبون بأنه ما زال يدور في حلقة مفرغة، وهدف رئيس النظام التركي رجب أردوغان من خلال هذا المسار إلى إثارة زوبعة أعلامية صالحة للاستهلاك المحلي بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها سياساته. صحيفة التايمز الأمريكية أكدت أن مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق معقد وتعتريه ملفات شائكة، حيث عنونت أعداد اللاجئين تجبر أردوغان على إصلاح العلاقات مع الأسد. وبحسب الصحيفة فإن قضية اللاجئين أصبحت تشكل صداعاً سياسياً محلياً لأردوغان، وفي هذا الصيف اندلعت اعتداءات وانتهاكات بحق اللاجئين السوريين بعدة مدن في مختلف أنحاء تركيا. فالمطلب الأساسي للمصالحة بالنسبة لأردوغان سيكون تسهيل عودة اللاجئين السوريين. رغم كل التصريحات للمسؤولين الأتراك والإيحاء بتقدم دبلوماسي ولو بنسبة قليلة في إعادة إحياء العلاقات بين النظام التركي والحكومة السورية، فإن المشاكل عميقة وبعيدة المدى، وهناك غياب كبير للثقة بحسب الصحيفة الأمريكية. وفيما ترى الصحيفة أن الحكومة السورية ليست على عجلة من أمرها في ملف التطبيع مع نظام أردوغان، لأنها تراهن على طول الوقت ليصبح موقف دمشق أقوى في ظل عودة سوريا للجامعة العربية والاتصالات الإقليمية وبعض الدول الأوروبية. أما الحديث عن الانسحاب التركي فإنه لن يحدث دون ضمانات أمنية، وهذا يتطلب حلاً سياسياً ويستغرق وقتاً طويلاً مع تقلبات على طول الطريق. وحتى لو التقى أردوغان والأسد وتصافحا فهذا لا يعني أنهما حققا التطبيع بحسب الصحيفة الأمريكية. ينضم إلينا من واشنطن مسعود معلوف، سفير متقاعد وخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك أستاذ مسعود. إذن صحيفة تايمز الأمريكية اليوم تتحدث عن مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة وتصفه بأنه معقد، لكن أبرز الملفات الشائكة هو ملف اللاجئين السوريين. بداية، الإدارة الأمريكية الحالية كيف يتعاملون، كيف يراقبون هذا المسعى التركي للتقارب مع دمشق؟ أولا تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. الإدارة الأمريكية حاليا لن تغير شيئا في سياساتها القائمة منذ سنوات، من أيام الرئيس بايدن، منذ أن تسلم الرئيس بايدن. نحن في الولايات المتحدة الآن في سنة انتخابية، لا نعرف بالضبط حتى الآن من سيفوز في الانتخابات. هل كامالا هاريس التي من المرجح أن تتابع سياسة الرئيس بايدن، أم دونالد ترامب الذي عندما يأتي هو رجل المفاجآت، وقد رأينا كيف أنه في الماضي انسحب من بعض المناطق مسببا مشاكل لحلفائه في هذه المناطق التي سحب جيشه منها. فالأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الوقت الحاضر هو تجميد كل شيء على ما هو. لن تغير الولايات المتحدة أي شيء في سياستها قبل 20 من شهر كانون الثاني القادم، يعني أول شهر من السنة القادمة، بعد أن يستلم الرئيس الجديد إما دونالد ترامب أو كامالا هاريس الرئاسة. عندئذ يمكن أن يكون للولايات المتحدة، للإدارة الأمريكية الجديدة، يمكن أن يكون لها سياسة مختلفة عن السياسة القائمة حتى الآن، وهي الحفاظ على 900 جندي أمريكي موجود هناك تحت ستار أو تحت شعار محاربة داعش والتطرف وغير ذلك من الأمور. بانتظار ذلك أنا شخصيا لا أتوقع أي تغير في السياسة الأمريكية. الرئيس بايدن لا يستطيع الآن أن يسحب جنوده أو يغير من سياسته، فقط يستطيع أن يلقي تصريحات عامة من أجل السلام ومن أجل أمور كذلك. نعم. والتفاهم وغير ذلك من الأمور. هذا ما أتوقعه. نعم. أنا في الوقت الحاضر. نعم. أستاذ مسعود، بغض الطرف عن من سيتولى سدة الحكم في الولايات المتحدة، لكن المؤسسات التي ترسم السياسة الأمريكية لا تحدث عن وجود الأمريكي في سوريا، هل من الممكن أن نشاهد ضغطا ربما أمريكيا على حليفتها في الناتو تركيا لعدم التقدم في مسار التطبيع مع الرئيس السوري الأسد؟ لأن هناك عندها قانون أمريكا لا للتطبيع.
نعم، لا للتطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد، ولكن تطبيع علاقات أخرى، دول أخرى مع الرئيس، لأن القانون لا يطالها. طبعا الإدارة لا تشجعها، ولكن القانون لا يطالها. الإدارة سياستها هي عزل بقدر الإمكان نظام الرئيس بشار الأسد عن أي حكومات أخرى، ولم تنظر الولايات المتحدة بعين الرضا إلى تطبيع علاقات سوريا مع عدد من الدول العربية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ولذلك هي ليست مشجعة لعلاقات لانفتاح سوريا على دول أخرى مثل تركيا وغيرها، يعني خاصة وأن سوريا لها علاقات قوية مع إيران التي لها نفوذ قوي في سوريا، فلا مجال للولايات المتحدة بأن يكون لها يعني سرور وارتياح بانفتاح سوريا في علاقاتها مع دول أخرى في الجوار، سواء كانت تركيا أو دول أخرى مثل العراق. الولايات المتحدة الآن، الرئيس الجديد الذي سيتسلم الرئاسة، صحيح أن ما يعرف بالدولة العميقة والمؤسسات هي التي تضع الأفكار العامة للسياسة، ولكن بالنتيجة الرئيس هو الذي يقرر، مثل ما قرر الرئيس ترامب خلافا لمواقف المؤسسات في الماضي، الانسحاب من بعض المناطق. ويمكن أن عندما يعود إلى الرئاسة لا نعرف بالضبط. الرئيس ترامب هو معروف عنه أنه رجل المفاجآت، يعني حتى لو قال شيئا الآن ليس من الضروري أن يحققه. نعم أستاذ مسعود، يعني كما تعلم الإعلام الأمريكي له تأثير في رسم السياسة الأمريكية. الإعلام الأمريكي اليوم كيف يتعامل مع مساعي تركيا للتقارب مع نظام الأسد؟ يعني بصراحة أنا لم أرى في الفترة الأخيرة يعني إعلام مهتم بهذا الموضوع بصورة أولوية. يعني الآن الإعلام مركز على الانتخابات، يركز على الأوضاع في علاقات الولايات المتحدة مع الصين، مع حرب أوكرانيا، بالنسبة إلى ما يحصل طبعا في غزة، حرب إسرائيل على قطاع غزة، هذا ما يركز عليه الإعلام حاليا. والعلاقات مع تركيا ومع سوريا ليست الآن من الأولويات في السياسة الخارجية الأمريكية لكي يركز عليها الإعلام. ونعرف أن الإعلام يضع وينشر الأخبار التي يمكن أن يبيعها للجمهور، وإذا كانت هذه الأمور الآن ليست من الاهتمامات الأولى، فلا نرى الكثير من المقالات والأخبار عنها في الإعلام. ولذلك في الفترة الأخيرة أنا شخصيا لم أطلع على كثير من المعلومات الإعلامية حول علاقات تركيا مع سوريا وسوريا مع العراق وغير ذلك من الأمور، باستثناء الوجود الأمريكي ربما في المنطقة وبعض المقالات من هنا وهناك عن السياسة الأمريكية عامة تجاه الشرق الأوسط، بصرف النظر طبعا عن العلاقات مع إسرائيل وما يحصل في قطاع غزة. طيب أستاذ مسعود، يعني الكل يعلم وحضرتك تعلم والصحيفة الأمريكية ذكرت أن ملف التقارب بين دمشق وأنقرة هو ملف معقد حقيقة وشائك. طيب باعتقادك اليوم، هل يعني توافق رؤية الصحيفة بأن موضوع اللاجئين السوريين في تركيا هو السبب الرئيس لدفع أردوغان وحكومته نحو التطبيع مع دمشق، أم هناك سبب أبرز وهو موضوع إعادة توجيه السياسة التركية الأردوغانية للمصالحة مع المحيط الإقليمي؟ يعني أنا أعتقد أن الأمران هما يعني هذين الأمرين هما ما يدفعان بأردوغان إلى القيام بخطواته. عنده 3,700,000 لاجئ سوري، هم يشكلون عبئا على المجتمع التركي، وهم يعني أيضا الدول الأوروبية تضغط على تركيا لكي لا تشجع هؤلاء اللاجئين إلى التوجه نحو تركيا. وما حصل في الفترة الأخيرة من هجوم من اللاجئين باتجاه أوروبا هو ما أدى إلى تعزيز فرص التيارات اليمينية في أوروبا للتقدم انتخابيا. يعني أردوغان تحت ضغط قوي بسبب الوجود السوري في وجود اللجوء السوري
في داخل الأراضي التركية، ولكن هذا أمر يهمه كثيرا جدا، وهو أحد الدوافع الأساسية لتشجيعه على الانفتاح على سوريا. ربما هذا ما يريد، ولكن في الوقت نفسه سوريا لها أيضا شروط، الحكومة السورية عندها شروط تجاه عندها شروط موجودة مع يعني الأمور تطالب بها النظام التركي. نعم، باعتقادك في ظل كل هذه الملفات الشائكة، ملف موضوع اللاجئين، ملف الاحتلال التركي، وجود قوات تركية على الأراضي السورية، موضوع أيضا اتفاق الطرفين على محاربة مشروع الإدارة الذاتية، موضوع الإعمار، كثير هي ملفات. بالنسبة، ما هي الأولوية اليوم؟ من أين يمكن البدء؟ يعني أي جزء من هذه الملفات يمكن البدء به للحلحلة؟ يعني الأولوية بالنسبة، كل دولة عندها أولوياتها. نعم. تركيا عندها أولوياتها، وهي الوجود السوري القوي جدا للاجئين السوريين على أراضيها الذي يشكل عبئا. وسوريا عندها أولوية هي انسحاب تركيا من المناطق الشمالية. يعني وهذان الأمران صعبان على كل دولة أن تحققه. يعني ليس من السهل أن ترسل تركيا كل هؤلاء اللاجئين أو قسما كبيرا منهم بصورة بين ليلة وضحاها إلى سوريا، وسوريا لن تستطيع أن تفرض على تركيا الانسحاب من المناطق الشمالية. لذلك أنا أعتقد ما ورد في صحيفة التايمز هو حقيقة فعليا، أن هنالك صعوبات كثيرة جدا تحول دون حصول مثل هذا التقارب. هذان الأمران هما الأمران الأساسيان، ولكن هنالك طبعا أمور أخرى سياسية تعود في المنطقة، من جهة ضغوط إيران على سوريا، من جهة ثانية ضغوط روسيا على تركيا وموقف الولايات المتحدة، وأمور دولية أخرى. ولكن جوهر الموضوع هو بالنسبة إلى تركيا وجود اللجوء السوري القوي، وبالنسبة إلى سوريا هو الاحتلال في المناطق الشمالية، وهذان أمران من الصعب جدا حلهما في أي مستقبل قريب. بما أن هذا الأمران هو صعب حلهما في المستقبل القريب، اليوم لجوء النظام التركي مع روسيا إلى فتح المعابر التجارية الداخلية وفتح الطريق الدولي إنفور الواصل بين حلب ولاذقية، باعتقادك هل يعتبر بوابة لدخول أو لزرع الثقة بين الطرفين؟ هل يمكن ذلك؟ يعني قد يكون ذلك ممكنا، ولكن يبقى الأمر أن العقدة الكبيرة هي موجودة. طالما أن هذه العقدة بالنسبة إلى اللاجئين في تركيا، وبالنسبة إلى الاحتلال بالنسبة إلى سوريا، طالما أن هذه العقدة لم تحل، فأي حلول وسطية أخرى، أي أمور انفتاح بسيط من هنا وهنا، لن يحل المشكلة بعمقها. قد يكون ربما تسهيل بعض الأمور التجارية، تسهيل بعض المداخلات بين البلدين، ولكن تبقى الموضوع الجوهري. طالما أننا لم نحل الموضوع الجوهري، لا نستطيع أن نحل المشكلة بكاملها. روسيا يهمها كثيرا أن يكون لها نفوذ في سوريا ومع تركيا أيضا، خاصة في ظل موقفها في أوكرانيا الآن، حاليا الحرب في أوكرانيا وعلاقتها السيئة جدا جدا مع الولايات المتحدة. يهمها أن تشكل، أن يكون لها نفوذ في هذه المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة، ولكن هذا العمل عبر حلب وتركيا لن يكون هو الحل الناجح في هذا الموضوع. هو أمر مؤقت بسيط جدا بالنسبة إلى موضوع كبير ومعقد. أستاذ مسعود، واضح أن النظام التركي هو يعني مستعجل للمصالحة من خلال كثرة التصريحات والحراك الدبلوماسي. في المقابل، هل الحكومة السورية والرئيس السوري الأسد لديه نفس الرغبة ونفس العجلة نحو التطبيع، أم أنه يعني كما يقال ينتظر لوقت طويل؟ يعني على ما يبدو، نعم، وفقا لما لاحظنا في الفترة الأخيرة، لا يبدو النظام السوري مستعجلا لذلك. وقد رأينا كيف أنه في العاشر من هذا الشهر الجاري، أيلول الجاري، عند في اجتماع جامعة الدول العربية، حيث دعي وزير خارجية تركيا للحضور لمرة الأولى منذ أكثر من 10 أو 12 سنة، عندما بدأ بخطابه انسحب وزير خارجية سوريا فيصل المقداد من الاجتماع. هذا يدل على أن ليس هنالك
رغبة، لو كان يريد أن تحسن العلاقات لبقي واستمع الخطاب إلى الخطاب التركي ربما، وأعطى بعض الملاحظات الإيجابية، ولكن انسحابه يدل على أن سوريا ليست مستعجلة في ذلك. والموضوع يعني سمعنا بعض التصريحات أيضا من الرئيس بشار الأسد يقول أن أي اجتماع مع أردوغان، يعني حتى لو حصل مثل هذه الاجتماع، هو لا يرفض الاجتماع، ولكن حتى لو حصل هذا الاجتماع يقول أنه لن يحل المشاكل، لأن تبقى مشكلة الوجود التركي، الاحتلال التركي لأراض من سوريا أمر هو الأمر الأساس. أنا أستنتج من ذلك أن سوريا، النظام السوري في الوقت الحاضر ليس مستعجلا لمثل هذا التطبيع مع تركيا، ربما ينتظر أن يحصل على شروط أفضل، لا أعرف لماذا، ولكن أشعر أن النظام السوري ليس مستعجلا للتطبيع. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مسعود معلوف، سفير متقاعد وخبير في الشؤون الأمريكية.